علاقة تبدو مترابطة لا يمكن الفصل بينهما. انتخابات الكرد لبرلمانهم المحلي والتنافس بينهم على من سيشغل منصب رئيس الجمهورية المقبل في العراق. فالقوى السياسية في بغداد تترقب تلك الانتخابات لمعرفة الحزب الكردي الأقوى الذي يمكن التفاوض معه لاستكمال تشكيل الحكومة. اليوم يوجد خلاف ويوجد تنافس شديد على منصب رئيس الجمهورية وهو منصب اتحادي، بالتأكيد سوف ينعكس على خارطة التحالفات بعد نتائج الانتخابات داخل إقليم كردستان. يرى البعض أن الأحزاب الكردية أصبحت في موقف لا تحسد عليه، فهي تحاول التوازن بين مرحلة انتخابات برلمان إقليم كردستان ومن جهة تريد المحافظة على ثباتها بشأن مطالبها الموجهة لبغداد، خصوصا نيل منصب رئيس الجمهورية محط الخلاف بينهما. سيغير النظام النظام الحكم في كردستان من رئاسي إلى برلماني، هذا بمعنى أنه من سيقود دفة الحكم في كردستان رئاسي الوزراء بما لا يقبل الشك، فرئاسة الوزراء مقابل رئاسة جمهورية العراق، الأمر الذي لم يتوافق عليه لغاية الآن بين الكردستاني والحزب الاتحاد. وسط ذلك تتوقع القوى السياسية في العراق صعوبة أن تأتي الأحزاب الكردية إلى بغداد ككتلة كردية موحدة، وأن نتائج الانتخابات الكردية ستضعف حظوظهم في نيل مطالبهم. تدرك القوى السياسية العراقية أن الخلافات ما بين الأحزاب الكردية بدت عميقة جدا، وأن نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان قد يزيد من تلك الخلافات، خصوصا ما بين حزبي الاتحاد والديمقراطي الكردستاني. لذا فهي تعزف على هذا الوتر لمسألة تشكيل الحكومة المقبلة وإجراء ضغوطات على الجانب الكردي للرضوخ لمطالبها. محمد فاضل، الغد، بغداد.